الجلسة الطارئة لمجلس الأمن كانت تأمل منها روسيا الحصول على التأييد الدولي لمشروع قرارها الرافض لأي تحرك عسكري تركي داخل الأراضي السورية. نحن نطالب أن تتوقف جميع الأطراف عن التدخل في الشأن الداخلي السوري. أما مندوب تركيا الدائم فقد أكد أن أول الأطراف التي يجب أن تتوقف عن التدخل في سوريا هي روسيا، وأن حكومته لن تتردد في استخدام حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي في حماية أراضيها وشعبها والتصدي للنيران التي تطلق على أراضيها من داخل الأراضي السورية. في هذه الحالة لا توجد هناك أي حاجة لتدخل حلف الناتو، فنحن لم نتقدم للحلف بأي طلب للتدخل، ولكنهم يراقبون عن كثب ونحن نعلمهم بما يدور من تطورات أولا بأول. ردود فعل معظم الدول الأعضاء في المجلس جاءت عكسية تماما لما كانت تأمله موسكو. طالب كثيرون بالتطبيق أولا وقبل كل شيء للقرار 2254 والداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في سوريا. توجد حملة قصف في شمال سوريا دمرت المستشفيات وشردت 70,000 مدني ودفعتهم للتجمع على الحدود بمعاناة كبيرة. موقف بريطانيا كان مطابقا للموقف الأمريكي، أما فرنسا فقد ألقت بالمسؤولية كاملة على عاتق الحكومة السورية وحلفائها. مندوب فرنسا أكد بكلمة صريحة للصحفيين أنه لا مستقبل لمشروع القرار الروسي، إلا أن الدبلوماسيين الروس ما زالوا يأملون وإن كان أملا ضعيفا أن ينخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات معهم حول مسودة قرارهم التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع المعاناة الإنسانية الكبيرة للمدنيين السوريين نتيجة التصعيد الأخير في القتال. من الأمم المتحدة طلال حاج، العربية.